شكرا معلقنا الكابتن احمد مناع. اذا انتهت المباراه بفوز النادي الاهلي 77-72 في مباراه الحقيقه ادارها مستر اجوستي بوش باداره فنيه يعني عاليه، اداره فنيه قويه جدا من خارج الملعب. شفنا كل كوره وكل لعبه الحقيقه في بصمه فنيه من الجهاز الفني للنادي الاهلي. ارجع لضيوفي كابتن سلعاوي، راي حضرتك ايه في المباراه؟ يمكن زي ما توقعنا الحمد لله فوز النادي الاهلي. وكابتن طاهر يمكن كان توقع اكتر فوز. اتفضل. مبروك للنادي الاهلي وهارد لك ان الاتحاد قدم مباراه جيده. وولتر ووتش اعتقد كان نجم المباراه ب 36 نقطه. ابو النصر ومؤمن خيري كانوا مفتاحين في وقت معين. النادي الاهلي تسيد الشوط الثالث والرابع يعني وقدم مباراه جيده جدا. الاتحاد كان ميدو طه نجم تقريبا المباراه، حط 24 نقطه تقريبا، حط 24 نقطه. ما ميز الاهلي في الشوط الثالث والرابع الدفاع القوي والهجوم السريع جدا. رجع الفاست بريك مع توفيق بولتر ووتش، وقدرنا نسيطر على الريباوند عن طريق عمر طارق ومروان سرحان. مروان كمان عمل مباراه جميله جدا 10 دقائق الاخيره. اهم ما في الشيء اللي احنا نقدر نختم بيه ان النادي الاهلي عاد الى مكانه الطبيعي الى المركز الاول بفارق النقاط وليس كفارق السكور. تمام كابتن طاهر، راي حضرتك؟ انا طبعا يعني كل ثقه من الاول ان الاهلي هيكسب نتيجه ان طبعا الكوتش والجهاز الفني اكيد الماتش بتاع السوبر خدوا بالهم من حاجات كتير تلفوها في الماتش دوت. وطبعا وولتر هوج سوبر ستار، لعيب محترف برضك، وفي نفس الوقت هو برضك الماتش اللي بتاع السوبر هو بالنسبه له خد باله من حاجات كتير تلفها. لعيب محترف منتاليتي عاليه بيتعلم من اخطائه اكيد. وخبرته جامده جدا، زائد ان هو راجل سكورر بمستوى عالي. وبعدين اللي عاوز انوه ليه برضك ان مؤمن كورتين تلاته بونت الحقيقه حلونا. مفتاح التلاته بونت الاولانيه اللي شاطها هي دي اللي جه بعديها وولتر هوج، شاط واحده بعديها مؤمن فتح لنا الجيم بشكل فتح كبير. لنا الجيم مرتين بصراحة. وابتدى يعمل ديفنس كمان انا شايفه. فعموما الف مبروك. مبروك يا كابتن، وبشكر حضرتك كابتن طاهر، نورتني وشرفتني، والف مليون مبروك يا كابتن. الله يبارك فيك، وان شاء الله من مكسب لمكسب يا رب. كابتن سلعاوي نورتني وشرفتني، والف مليون مبروك. الف مبروك ومكسب لمكسب ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، دي كان جولتنا النهارده. بنقول للنادي الاهلي مبروك، بنقول للنادي الاتحاد هارد لك، وانتظرونا ان شاء الله في جولات قادمه مع استوديو الابطال.